عملية التوظيف لم تعرف لها الجزائر المستقلة مثيل منذ الاستقلال، بحيث وظف في مختلف الرتب والتخصصات ما يقارب 10,000 أستاذ مساعد، سواء كان قسم با أستاذ مساعد، أستاذ باحث، أستاذ استشفائي أو باحث دائم. كانت هذه العملية استثنائية لوضع استثنائي، وهو القضاء على البطالة. وبطبيعة الحال أكرر لكم سيدي الكريم أن إلى غاية 25 جويلية 2023 لا يوجد أي بطال في سوق الشغل بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير. هي حل استثنائي لوضعية استثنائية. انتهينا من هذه العملية في السنة المالية 2024. فتحت مناصب مالية جديدة تقدر تقريبا ب 2000 منصب، 1725 أستاذ جامعي باحث، 200 أستاذ استشفائي، والباقي يتمثل في الرجوع الطلبة الذين توجهوا إلى الخارج في طرق منح، في شكل منح مختلفة، ليعودوا ويجدوا أماكنهم بمختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية.